يسعدكم الخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يكرم قيادات التحالف العربي السعودي وقائد المنطقة العسكرية الأولى. الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت يدشن المؤتمر العام الثالث لانتخاب أعضاء المكتبة التنفيذية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن حملة طبية جراحية بمؤسسة أمراض القلب الخيرية. أهلا بكم. غادر مدينة سيئون ظهر اليوم رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك بعد زيارة لمدينة سيئون استغرقت 5 أيام. حضر خلالها دورة مجلس النواب ولقائه بمحافظ حضرموت وأعضاء المكاتب التنفيذية والمشائخ والأعيان بوادي حضرموت. وكان في ودعه بمطار سيئون الدولي محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين والقيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية. كرم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني قيادات التحالف العربي السعودي بوادي وصحراء حضرموت بدروع وفاء وتقدير. جرى ذلك خلال لقائه بهم صباح اليوم بمدينة سيئون، حيث قدم المحافظ الشكر والتقدير لقيادة وضباط وصف وجنود قوات التحالف العربي من المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة العسكرية الأولى الذين شاركوا بفعالية في تأمين زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى مدينة سيئون وانعقاد دورة مجلس النواب في مدينة سيئون. وأثنى المحافظ على جهودهم ودورهم الفاعل والكبير في تنفيذ الخطة الأمنية التي أعدت لهذا الغرض. وجه محافظ محافظة حضرموت باعتماد مبنى لقيادة اللواء 101 للشرطة الجوية بمدينة سيئون، وذلك تقديرا للدور الذي لعبه اللواء في تأمين مطار سيئون الدولي خلال الفترة الماضية. وجرى تشكيل اللواء 101 للشرطة الجوية بقرار رئاسي يضم في قوامه 1200 جندي وضباط وصف. وأكد قائد اللواء العميد ركن سعيد عبيد الأحمر أن مهمة اللواء تتمحور في حماية وتأمين منشآت مطار سيئون الدولي وتأمين حرم المطار على مسافة 5 كيلو وتأمين المحاكم ومنشآت القضاء بمدينة سيئون، ويجري حاليا تجهيز قوة جديدة لتأمين المطار الجديد بسيئون. أشاد المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بأدور اللجان المجتمعية بمدينة المكلا في مساندة الأجهزة الأمنية لتنفيذ مهامها المختلفة. وأكد العميد التميمي خلال لقائه بعدد من مسؤولي اللجان المجتمعية بالمكلا دور اللجان المهم في مساعدة المواطنين من خلال متابعة الجهات الحكومية المختصة لتلبية احتياجات الأحياء السكنية من الخدمات. وجرى خلال اللقاء مناقشة مشكلة انعدام الغاز المنزلي ومشاكلهم مع وكلاء التوزيع وانعكاس ذلك على حياة المواطنين خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك. تفقد رئيس شعبة التدريب العميد ركن محمد عمر بن غانم نائب رئيس اللجنة العسكرية للاحتفالات بمعية أركان حرب الشرطة العسكرية المقدم سالم كرامة القرزي النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت. وخلال زيارة استمع العميد بن غانم ومرافقوه من مدير المشروع المهندس العمودي إلى شرح كامل عن النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت والتجهيزات النهائية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. من جانبهم عبر رئيس شعبة التدريب وأركان حرب الشرطة العسكرية عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي يعتبر البصمة الخالدة لشهداء حضرموت، مؤكدين أن مستوى الإنجاز والدقة في العمل هو ما أعطى نموذج ناجح لهذا المشروع. دشن مكتب وزارة الصحة العامة وسكان بساحل حضرموت برئاسة مدير المكتبة دكتور رياض الجريري برنامج النزولات الإشرافية للمديريات من قبل فريق الإدارة الصحية بالمحافظة مبتدئا بمديرية حجر، حيث التقى الفريق الإشرافي مدير مكتب الصحة بالمديرية ورؤساء الأقسام والكوادر الصحية ومستشفى الفقيد الشاذلي، وذلك للإطلاع على الأوضاع الصحية ومعرفة الاحتياجات اللازمة التي تعرقل سير العمل الصحي.
وأشاد الدكتور الجريري بالخدمات الصحية التي تقدمها إدارة الصحة بمديرية حجر وتحسنها على المستوى السابق، حاثا الفريق الصحي بالمديرية على العمل بصورة أكثر كفاءة من ذي قبل. وتتمت الزيارة بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز العمل الفني والإداري في حجر، حيث تعهدت قيادة الصحة بالمحافظة بالسعي في توفير الدعم والرفع من إمكانية الحصول على منح وتجهيزات طبية لرفد القطاع الصحي بما يلزم. أعلنت السلطة المحلية بحضرموت عن طرح المناقصة العامة رقم 3 للعام الجاري لمشروع إعادة تأهيل شارع جولة الكتاب بديس المكلا. وقالت السلطة في إعلانها: على الراغبين الدخول في هذه المناقصة التقدم كتابيا والحضور إلى مقر مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة للحصول على وثائق المناقصة خلال أوقات الدوام الرسمي مقابل رسوم 50,000 ريال يمني لا ترد، مع إرفاق صورة من شهادة تصنيف وسجل تجاري والبطاقة الضريبية والتأمينية والزكوية ورخصة فتح محل، على أن تكون الوثائق سارية المفعول وإحضار الأصل للمطابقة. واشترطت السلطة لقبول العطاءات التي تقدم في مظروف مختوم الشمع الأحمر ويحتوي على العطاء المكتوب في النماذج الخاصة بالمناقصة، مع الالتزام بكتابة سعر الوحدة بالأرقام والحروف في جداول الكميات، وضمان العطاء بمبلغ وقدره 24,000 دولار تورد بخطاب بنكي أو شيك مقبول الدفع صالح لمدة 120 يوم من تاريخ فتح المضاريف باسم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وأكد صور من الأعمال المنفذة والإمكانيات المادية والبشرية للمقاول، علما أن آخر موعد لشراء وثائق المناقصة في 8 مايو، وسيتم فتح المضاريف في 15 مايو يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا. نظمت الوكالة الأمريكية للتنمية ورشة عمل حول التعريف لبرنامج النجاح والاستقرار الاقتصادي بالمكلا بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت. وفي الورشة أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عمر باجرش على أهمية التعريف بالبرنامج ومعرض التوظيف الأول المقرر انعقاده بمدينة المكلا في 30 أبريل، داعيا الوكالة الأمريكية إلى تقديم استشاريين للغرفة التجارية في القطاع السمكي وسيدات الأعمال. كما أوضح الأخ علي الزنكي والأخت فضيلة جباري أهمية البرنامج الذي يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز شبكات وكذا خلق مجالات للتعاون، مشيرا إلى انعقاد ورشة عمل خاصة بالقطاع السمكي في 28 أبريل. وعقب ذلك فتح باب النقاش للحاضرين وتم استعراض جملة من المشاكل والمصاعب التي تواجه المشتغلين بالقطاع السمكي وكذا المعوقات والمشاكل التي تواجه سيدات الأعمال أثناء عملهن. بحث لقاء مشترك ضم المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة بحضرموت الأستاذ خالد غانم ومدير عام هيئة المساحة الجيولوجية وثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الطرفين وآلية العمل فيما بينهما لتسهيل معاملات المستثمرين في جميع المجالات الصناعية والإنشائية والتعدينية. وتطرق اللقاء إلى بعض المشاكل المتعلقة بالمستثمرين وإيجاد الحلول لها، ووضع آلية لصرف السجلات التجارية الصناعية تزامنا مع صرف التراخيص الاستثمارية المعدنية. بدوره أعرب مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية وثروات المعدنية عن شكره وتقديره لمدير مكتب الصناعة والتجارة على تفاعله لما يخدم المصلحة العامة. دشنت إدارة التفتيش الفني بمنطقة ساحل حضرموت اليوم حملة إخراج العدادات الشريحة السكنية من داخل العمارات السكنية بمدينة المكلا وضواحيها بهدف تحسين وضع العدادات داخل صناديق حديدية مغلقة لا يتم العبث بها. وشدد المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاتن على إدارة التفتيش على إنجاز هذه الحملة على جميع المناطق وإنهاء العبث من قبل المتلاعبين بالتيار الكهربائي، وأضاف بأن هذه الحملة سوف تحقق نتائج إيجابية على تقليل الفاقد الفني والمالي وإنهاء مشاكل كبيرة من الضغط الكبير على المولدات في محطات الكهرباء، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة التفتيش في إصلاح هذه المشاكل والتعامل معها. هذا فيما تشهد مدن ساحل حضرموت استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد دون توضيح الأسباب من قبل مؤسسة الكهرباء.
عقد برئاسة جامعة حضرموت المؤتمر العام الثالث لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وهيئة الرقابة والتفتيش نظمتها اللجان العليا للانتخابات الطلابية بالاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت. وفي الجلسة الافتتاحية دعا المشرف العام للانتخابات الطلابية بالجامعة دكتور سالم بن سلمان أعضاء المؤتمر العام الثالث والطلاب والقيادة الجديدة إلى الدفع بتطوير مواهب وإبداعات الطلاب وصقلها في كافة المجالات، وستكون رئاسة الجامعة داعمة لهم في المرحلة القادمة، مشددا على تفعيل الأنشطة الطلابية لتحقيق نجاحات كبيرة لطلبة الجامعة في شتى المجالات. وعرض في الجلسة الافتتاحية فيلم بروجكتر يحكي مسيرة النجاح للفترة الماضية، كما جرت عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وهيئة الرقابة والتفتيش للاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمركز نبض الحياة التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا حملة لجراحة وقسطرة القلب لدى الأطفال بعد أن قام المركز حملة علاجية مماثلة خلال شهر فبراير الماضي. وفي تدشين رحب رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد باشعيب الفريق الطبي السعودي الزائر البالغ عددهم 21 استشاري وأخصائي وإداري شاكرا جهودهم وتطوعهم في سبيل خدمة مرضى القلب الأطفال. من جانبه أعرب المشرف على إدارة برامج التطوعية بمركز ملك سلمان للإغاثة نايف عسيري عن سعادته بتواجده للمرة الثانية في المؤسسة، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى إجراء نحو 60 عملية قلب ما بين قلب مفتوح وقسطرة علاجية والتي ستخفف من معاناة كثير من مرضى القلب الأطفال. أكد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي أن ذكرى الشهيد عبد الرحمن عوض باشكيل الرئيس الأسبق لنادي وحدة شحيرة الرياضي وأحد أبرز القيادات الرياضية الوطنية ستظل خالدة في سجلات التاريخ الرياضي. جاء ذلك خلال لقائه بالأمين العام لنادي وحدة شحير الرياضي سعيد بن خبران لتسليمه دعوة حضور المباراة النهائية لبطولة الشهيد باشكيل لكرة القدم التي ستجرى على ملعب النادي بشحير في 19 من إبريل يوم الجمعة القادمة، ويتواجد فيها الفريق المنظم البحري بشحير ونظيره الحسيني بالغيل. واطلع مسجدي على التحضيرات واستعدادات النادي للمشاركة في تصفية المحبة والسلام لفئة الناشئين للكرة الطائرة المزمع انطلاقتها أواخر الشهر الجاري. نهاية النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يكرم قيادات التحالف العربي السعودي وقائد المنطقة العسكرية الأولى. الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت يدشن المؤتمر العام الثالث لانتخاب أعضاء المكتبة التنفيذية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن حملة طبية جراحية لمؤسسة أمراض القلب الخيرية. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.